اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من سلسله تكنولوجيات. فيديو النهارده مميز عن باقي فيديوهات السلسله، وهو عباره عن جزء تاني من فيديو الاندومي اللي كنا عملناه قبل كده. والفيديو ده الصراحه مميز لان احنا ما كانش في بالنا ان احنا نعمل جزء تاني للفيديو ده، ولكن بقى الصراحه بعض الارقام الحلوه اللي عملها الفيديو الاولاني واللي عدت 48 الف مشاهده، قررنا ان احنا نعمل جزء تاني للفيديو ده، وهيبقى في الفيديو ده معلومات مهمه وجديده قوي على معظمكم. باختصار كده بقى هناخدكم في جوله تكنولوجيه جوه مصنع الاندومي، وهنعرف بيتعامل ازاي وايه المراحل اللي الاندومي بيمر بيها. ولكن عشان الصوره تبقى واضحه لازم تروح الاول تتفرج على الجزء الاول من فيديو الاندومي واللي هيظهر لك في الرابط هنا فوق. ولمعلوماتكم وللناس اللي لسه ما شافتش الجزء الاول من الفيديو بتاع الاندومي، الفيديو ده انا اتكلمت فيه عن علاقه الاندومي بالسرطان وعن الشركه المؤسسه ليه وتاريخ ظهورها ونشات ازاي. معلومات على السريع كده يعني عن الاندومي والاشاعات اللي طلعت عنه في الفترات اللي فاتت دي. طبعا ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده، والناس اللي لسه ما اشتركتش في القناه اشتركوا في القناة واعملوا شير كتير للفيديوهات، وعرفوا بينا اصحابكم واهلكم عشان الفايدة تعم. ويلا بينا علشان نخش في التفاصيل. بصوا يا اخوانا، انا عارف زي ما انتم عارفين انكم مش عارفين الاندومي ده بيتعمل ازاي، فنركز مع بعض كده الله يكرمكم. الكلام اللي هقوله في الفيديو ده جاي من الموقع الرسمي لشركه اندومي، كمان بالاضافه لشويه بحوثات اتعملت على الانترنت عشان نجيب اصل الموضوع وفصله. طيب مبدئيا كده، عشان الاندومي يطلع بالشكل اللي انت بتشوفه اول ما بتفتح الكيس بتاعه ده بيمر ب 10 مراحل بالظبط كده، 10 مراحل، وتعالوا بينا ناخدهم واحده واحده. اول مرحله وهي اختيار القمح، وزي ما بتقول شركه اندومي فهم مؤمنين بحاجه ان جوده القمح بتعبر عن جوده المنتج، فبالتالي بيقولوا ان هما بيختاروا اجود انواع القمح اللي موجوده. وبالطبع القمح ده بيتطحن وبيتحول لدقيق، وبعد ما بيتجمع الدقيق ده وبيتم اختباره بيتحول بعد كده لمرحله العجين. وفي المرحله دي بيتخلط الدقيق بتاع القمح ده بالميه والملح وشويه مكونات تانية طبيعيه عشان تديله قوام معين، وبيتم العجن ده في الات ضخمه وكبيره معموله مخصوص لشركه اندومي، وبتستمر في العجن بسرعه ولمده وقت محدد عشان كل العجين يبقى طالع بقوام واحد. وبعد ما بيتم عجن الخليط ده كويس جدا بيمر بالمرحله الثالثه وهي مرحله كبس العجين. زي ما انتم شايفين كده ان العجين ده كله بيتجمع وبينزل في جهاز مهمته ان هو يكبس العجين ده عشان يبقى طالع بشكل صفايح طويله جدا كده، وزي ما انتم شايفينها ماشيه على السير وبتبقى سمكها 1 ملم دقه غير طبيعيه. وبعد ما بتخلص المرحله دي بتمر بالمرحله اللي بتديها الملامح اللي احنا بنبقى عارفينها، بتبدا العجينه اللي اتكبست دي ان هي تتقطع بشكل طولي وبتعدي على جهاز تاني بيموجها عشان تطلع بشكل التمويجه اللي احنا بنشوفها او اللي احنا عارفينها. نيجي بقى للمرحله الخامسه، ودي المرحله اللي انتوا هتستغربوا منها شويه. تعرفوا ان الاندومي بينطبخ مرتين قبل ما يوصل لكم؟ بالظبط كده، وفي المرحله دي بيتم فيها طبخ الاندومي لاول مره، وده من خلال ان كميات الشعريه دي بتمر جوه نفق عباره عن حله بخار طويله جدا، وبيتم سلق الشعريه دي في حراره 100 درجه مئويه. وبعد كده بتمر الشعريه دي للمرحله السادسه، والمرحله دي بيبدا فيها تقطيع الشعريه دي بدقه كبيره وباوزان واحجام متناسقه ومتساويه جدا. وطبعا شايفين عامله ازاي وشكلها طري جدا وهي ماشيه في الممر. ما طبعا لازم تبقى طريه، ما لسه مسلوقه في نفق من شويه. نيجي للمرحله السابعه وهي المرحله اللي غالبا بتكون هي المرحله الاهم، واللي فيها بيتم طبخ الاندومي للمره الثانيه، واللي برضو بسببها نقدر نقول على الاندومي ان هو وجبه سريعه التحضير. تعرفوا ان الاندومي غير ان هو بيتسلق بالبخار، فالاندومي بيتقلى كمان، وحياتكم، بيتقلى في زيت النخيل لمده محدده وعلى درجه حراره 150 درجه مئويه. وطبعا بعد المراحل دي بتكون الشعريه دي جاهزه ان هي تكون سريعه التحضير. نيجي للمرحله الثامنه، وبعد ما بتتقلى شعريه الاندومي بتمر بمرحله التبريد، وبتعدي على درجه حراره منخفضه جدا، والغرض ده ان هي تكون ملائمه للتغليف، وكمان الغرض من التبريد ده ان هي تحفظ الشعريه دي من البكتيريا اللي ممكن تكون موجوده في الجو. المرحله التاسعه وقبل الاخيره واللي بيمر بيها الاندومي وهو مرحله التغليف، وفيها كل قطعه من قطع الاندومي دي بيتوزن وبيتم التاكد من ان وزنه بالفعل مطابق للمواصفات، وبتتغلف فيه الاكياس بتاعتها وبتتعبى في الكراتين. واخر مرحله بقى المرحله العاشره وهي التخزين بكميات كبيره وبكل النكهات عشان نبدا تصديرها للتجار والمستهلكين. اظن كده مراحل غريبة يعني في ناس كتير ما كانتش تعرفها، ودي برضو باختصار نوعا ما كانت مراحل صناعة الاندومي من اول ما بيستخرجوها من الارض لغاية ما توصل لغاية باب بيتك، واللي تعتبر الاكلة الشعبية الاشهر في دول كتيرة جدا في اسيا وافريقيا واستراليا وكمان امريكا وكندا واوروبا والشرق الاوسط. وللمعلومات، عارفين دولة نيجيريا؟ تعتبر دولة نيجيريا دي اكبر البلدان اللي بتصنع الاندومي. طبعا مش معناه ان الاندومي نيجيري، لا طبعا، احنا قلنا الاندومي دي شركة اندونيسية، لكن في نيجيريا مصنع من ضمن المصانع بتاع شركة اندومي يعني. وكمان المصنع ده هو اكبر مصنع في افريقيا للاندومي، وده من سنة 1995 لما تم انشاؤه. ولكن اول مصنع اتعمل للاندومي في الدول العربية كان في السعودية، وتحديدا كان في مدينة جدة في سنة 1986، وبعدين بقى بدأت تتعمل مصانع للاندومي في باقي الدول العربية وخصوصا في سوريا ومصر في عام 2006 و2008.
وبكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة دي من سلسلة تكنولوجيات. استنونا في حلقة جاية ان شاء الله، اكيد هتبقى مهمة جدا زي الحلقة دي كده بإذن الله. على ميعادنا معاكم برضو في حلقة جديدة من سلسلة تكنولوجيات يوم الثلاث الجاي بإذن الله. نشوفكم الفيديو الجاي. يلا بقى، انتوا قاعدين بتعملوا ايه؟ سلام.